لغتنا والحوصبة، لغتنا والحوصبة. على أجنحة الحوصبة نحمل اللغة ونقود البيان، ونسافر بهما إليكم عبر تقنية الزمان والمكان. لغتنا والحوصبة، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم من غزة. لغتنا والحوصبة، لغتنا والحوصبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لغتنا والحوسبة. سنتحدث إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن موضوع أنطولوجيا اللغة العربية، كيف بدأت وإلى أين وصلت. إذ سنبدأ معكم في هذه الحلقة بالحديث عن أنطولوجيا اللغة الإنجليزية التي كانت البداية لظهور أنطولوجيا اللغة العربية. ولنعرف أن أنطولوجيا اللغة الإنجليزية معروفة باسم الوورد نت. فما هي أنطولوجيا اللغة الإنجليزية أو الوورد نت؟ الوورد نت هي قاعدة بيانات معجمية إلكترونية واسعة للغة الإنجليزية، أنشئت عام 1986 في جامعة برينستون، حيث لا تزال قيد التحيين والإثراء. لقد استلهم جورج ميلر، وهو مختص في اللسانيات النفسية، فكرة الوورد نت من تجارب الذكاء الاصطناعي التي تحاول فهم الذاكرة الدلالية للإنسان. ويطمح الوورد نت إلى أن يكون أهم مورد في متناول الباحثين في اللسانيات الحاسوبية وتحليل النص وكثير من المجالات ذات الصلة. إن تصميمه مستوحى من نظريات اللسانيات النفسية واللسانيات الحاسوبية الحالية للذاكرة المعجمية للإنسان. يتم تنظيم الأسماء والأفعال والصفات والظروف للغة الإنجليزية في مجموعات المرادفات Synsets. حيث تمثل كل واحدة منها مفهوماً معجمياً أساسياً، وتربط هذه المجموعات فيما بينها بعلاقات دلالية مختلفة. وقد ساهم في إنجاح الوورد نت عاملاً هما نضج المشروع بفضل عمل فريق متكامل زاد عن 10 سنوات، أيضاً حرية الوصول إلى مصادر المشروع سواء كانت من أجل مراجعتها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة توزيع النسخة المعدلة. تحتوي القواميس عادة على شرح للكلمات، بينما يتم بناء هيكل المكنز حول المفاهيم، وهذا يساعد المستخدم في الحصول على الكلمة المناسبة عند البحث عن مفهوم ما. أما الوورد نت فلا هو قاموس بمفهومه التقليدي، ولا هو مكنز، إنه في الواقع إعادة هيكلة لملامح كل الموارد المعجمية. ويمكن اعتبار الوورد نت مثل رسم بياني أو شبكة دلالية، الذي غالبا ما ندعوه بالأنطولوجيا الخفيفة Light Ontology، حيث تمثل كل عقدة مفهوما من مفاهيم العالم الحقيقي. ويستند تصميم الوورد نت إلى نظريات تمثيل المعرفة العقلية كحفظ الكلمات والمفاهيم بطريقة هرمية، وذلك باستخدام العلاقة التضمين التي تربط على سبيل المثال الثلاثية الآتية: حيوان، طير، ونسر. يمكن أن يكون المفهوم شيئا مثل مركبة، أو كائنا مثل معلم، أو مفهوما مجردا مثل الفن. وتضم كل عقدة مجموعة من الكلمات تربط كل منها بمفهوم تلك العقدة.
ويمكن اعتبار أي عقدة كمجموعة من الكلمات تمثل كل منها المفهوم نفسه. فمفهوم المركبة مثلاً تمثله مجموعة الكلمات الآتية: سيارة، مركبة، ناقلة. وتسمى مثل هذه المجموعات في مصطلحات الوردنت ساينسيت. يوفر الوردنت وصفاً مفصلاً ودقيقاً للكلمات. إن هيكلة هذه الكلمات في الوردنت تبنى على أساس اللسانيات النفسية، وعلى هذا البناء نجد في بعض الأحيان أكثر من 20 معناً للفعل نفسه. فالفعل كيف مثلاً لديه 27 معناً، ويمكن تمثيل ذلك في كلمة كار أيضاً أو أي كلمة أخرى. يقسم الوردنت المعطيات إلى 4 قواعد بيانات منتظمة بطرق يختلف بعضها عن بعض، وتتعلق بالفئات الآتية: الأسماء والأفعال والصفات والأحوال أيضاً، حيث يتم تنظيم الأسماء والأفعال في تسلسلات هرمية بالعلاقات من نوع is a بمعنى هو واحد من. تربط أصول الأسماء والأفعال بمختلف تخصصاتهم. أما على مستوى الجذر، يتم تنظيم هذه التسلسلات الهرمية حسب أنواع الأساسية. يتم تنظيم هذه التسلسلات الهرمية حسب أنواعها الأساسية. إن شبكة الأسماء هي أكثر عمقاً من الأجزاء الأخرى. يتعامل الوردنت مع الوحدات المعجمية ليس من خلال الكلمات، بل من خلال مجموعة من المترادفات ساينسيت كما أسلفنا، وهي مجموعة من الكلمات أو العبارات التي تعبر عن المفهوم نفسه، وتربط هذه المجموعات بعلاقات تصنيفية ودلالية مختلفة تسمى ساينسيت ريليشنز. من خلال ما سبق يمكننا أن نقول أن الوردنت بدأ قوياً بلغته وأحرز نجاحاً باهراً، فخدم اللغة الإنجليزية خدمة عظيمة، مما أدى إلى إنشاء منظمة الوردنت العالمية The Global Wordnet Organization انطلاقاً من جامعة برينستون، والتي من بين أهدافها تشجيع تصميم نسخ من الوردنت للغات الحية كلها، وربط هذه النسخ بالنسخة الإنجليزية لإنشاء وردنت عالمي أو ما يسمى Multilingual Wordnet. فانتبه العرب لهذا الإنجاز ليكون بداية تفكيرهم بإنشاء أنطولوجيا للغة العربية، وكان من بين المشاريع الرائدة مشروع الوردنت العربي بإشراف كريستين فيلباوم من جامعة برينستون وبمعية فريقها المختص في هذا المجال. بالإضافة إلى محاولات أخرى متفرقة في العالم العربي مثل مشروع أنطولوجيا اللغة العربية بمعهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات الحديثة في جامعة بيرزيت بإشراف الدكتور مصطفى جرار، وموضوعه أنطولوجيا اللغة العربية موضوع مهم حظي مؤخراً باهتمام شديد، وسيكون موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فكونوا معنا وتابعونا عبر أمواج إذاعة صوت التربية والتعليم بغزة يوم الأحد القادم في الموعد نفسه بإذن الله تعالى. لغة الشموخ أحبها وتحبني، ولنا حديث في الصبابة موجع، أروي لها حزني وتروي حزنها، وتسيل منا في الظلام الأدمع. كنتم مع برنامج لغتنا والحوسبة، إعداد الأستاذة إيمان دلول والأستاذ الدكتور الهادي الشريفي من الجزائر.
هذا البرنامج بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.